نادي مفيش مقالب في النجوم، لكن النجوم هم اللي هيعملوا مقالب فيكم. ازاي؟ كل ليلة عندي حدوتة خارقة للطبيعة، مخيفة وشيقة. بعض الحواديت دي بحقيقي حصلت للنجوم، وشوية تانيين بيمثلوها عليكم. أنا استجوبت النجوم، في منهم غلطوا في التفاصيل وفي ما غلطوش في التفاصيل خالص. ركزوا في التفاصيل تكسبوا الفوازير. يا ترى الأشباح محتاجة فعلا لأماكن تسكن فيها؟ شقق كتير بتفضل مقفولة طول السنة بالذات في المصايف، وناس كتير عندها اعتقاد إن الأماكن المهجورة ممكن يبقى فيها مخلوقات. مش عايزين نقول أشباح ولا عفاريت عشان ما فيش تعليل علمي لده، لكن فعلا تعتقدوا إن الشقق دي الفاضية مسكونة؟ عارف حسين، في مرة يعني من وانا صغير طول عمري الحاجات دي ما بتفرقش معايا ولا بتأثر معايا جدا. كانوا زمان قبل ما ينيمونا يحكوا لنا حاجات عن أسماء مرعبة شوية عشان تنام بسرعة، زي ستي كانت دايما تقول لك على حاجة اسمها بشوال وبرجل مسلوخة والحاجات دي عشان انام بسرعة وكده. لحد ما في مرة واحدة زميلة يعني قالت لي أنا عايزك في قعدة كده مهمة، بتكلمني بس عمرها ما كلمتني جد خالص. يعني زميلة دي كانت في معهد معاك، معهد فنون مسرحية، ولا زميلة أيام المدرسة؟ لا مش عايزين نفتق يعني عشان ما نقولش أسماء والحاجات دي. المهم إيه؟ قالت لي لا هي زميلة كانت معايا في المعهد الحقيقة. أنت متوتر جدا جدا، خش في الموضوع. المهم قالت لي عايزك في موضوع كده رامز بجد جدا. فقلت لها إيه؟ قالت لي عشان خاطري بس بليز، أنا مش عايز أبقى لوحدي. فقلت ماشي. المهم إيه يعني رحت رايح لها وقابلتها وكده، وقعدت فجأة بقول لها في ايه وكده. قالت لي انا اكتشفت ان انا عليا عفريت وكده وفي حد جاي عشان ياخد راكبها عفريت. انا ما كنتش بؤمن بالحاجات دي خالص خالص خالص، ولحد دلوقتي عندي. طب وانت كنت تعرفها من فتره يعني منذ الصغر مثلا يعني، ولا لا دي احنا كنا صداقه جامده جدا تحولت لاخوه يعني بشكل او باخر. وعمرك ما شفت عليها اي مظاهر خالص خالص خالص؟ هي بس سنسيتيف قوي، كانت بتتكلم بشكل دايما في روحانيات كتير وجو كده يعني، كان هي ليها في الحاجات دي من بعيد. بس انا اكتشفت ان هي ملبوسه زي ما بيقولوا حاجه كده. فالمهم ايه، انا في الاول افتكرتها بتهزر. فالمهم رحت رايح لها وكده، ودخلت لقيت ايه جو غريب شويه واضاءه معينه كده وحاجات وكده. فانا قاعد وكده قالت لي بس في حد هيجي دلوقتي، ده المفروض ان هو انا مش عايز ابقى لوحدي معاه وبخاف وحاجات وكده، انا ما اعرفوش. قلت طب ماشي انا. فالمهم لقيت راجل داخل شكله عادي، بس وشه نحتة وشه غريبة شوية يعني. لو ركزت في نحتة وشه في كل حاجة لوحديها، عن المناخير، البق، العينين، ممكن تخاف. وهي نظرته حادة قوي يعني. قلقت منه لما شفته؟ لما شفته قلقت الحقيقة، بس أنا لما قلقي بقلبه بلطافة يعني. فالمهم إيه، ابتدى إيه وكل شوية يكلمني ويركز في عيني. فأنا إيه أبص له كده، اللي هو أروح مش عايز أبص في عينه يعني. لحد ما فجأة بس مش بالبساطة دي، لحد ما فجأة كده تصدق اللي خفت. لا واحنا هنقول للناس كده لحد ما فجأة ايه رامز جلال بيحكي زي ما سمعته. الصديقة قالت له انا ملبوسة، راح معاها في مكان وقابل شخص غريب، لحد ما فجأة مش اي حد يقول لكم تعالوا معايا، تروحوا معاه، اقعدوا كده هنجيب كرسيين انا ورامز وندقق في الموضوع وفي تفاصيله. رامز ممكن يمثل علينا اللي هيقوله وممكن يبقى حقيقة. ركزوا في القصة دي بالذات قوي في التفاصيل. مش أي حد يقول لكم تعالوا معايا حتة، تروحوا معاه. الله أعلم في إيه في الأماكن دي.
رامز جلال بيقول، هو اللي بيقول صديقة عزيزة عليه كأنها أخته بالظبط، فجأة قالت له أنا لابسني عفريت وتعالى معايا عشان في راجل بيطلع الحاجات دي وتعالى معايا في مكان. راح رامز وفجأة فرحت وكده. فالمهم ايه، لقيت لقيت الراجل دخل. الراجل كان شكله غريب شويه وعيني حد قوي ويركز في عينيك قوي، يعني طول ما انت بتكلمه يقول لك وحاجات كده، انت كويس؟ كل شويه يسالني وتقول انت كويس. وانت خفت منه شويه؟ اتخذت شويه كده بس قلت ده راجل هتاش بقى وكده. فالمهم ايه، ابتديت ايه انمره شويه في القعده وابدا ايه، وطول ما هيعمل حاجه اروح مبوظها وكده، لحد ما قال بس انا محتاج منكم دقيقه سكوت. فالمهم قعدت ساكت فعلا. ففجاه دي بقى بجد بقى يعني اللي هو ايه حصلت، يعني فجاه لقيت ايه النور، عارف مش بيطفي ولا، عارف لما النور يوطى لما يجي كده كان دمر بتوطيه وتعليه كده، فالنور راح واطي وعالي. فانا ايه بصيت فوق كده، فهو راح بص فوق كده وراح باصص لي وراح ضاحك. فانا قلت ايه ده؟ ده هو ابتدى يقصد انا وهيسيب الحاله اللي معاه ولا ايه؟ المهم فجاه معلم لقيت صوت كلب. صوت كلب في اوضه؟ كنت في اوضه؟ لا كان صوت كلب من بعيد، ما اعرفش جه منين. اوكي لقيت، سمعت صوت كلب وبعدين؟ سمعت صوت كلب وبعدين ايه، هو الراجل سوري نسيت اكمل لك، هو قعد يسالنا اي حاجه، في حاجه اي حاجه ازاز في الاوضه لموها واخد بالك؟ فانا فكان في كوبايه شلتها مش عارف ايه، بنوره بتاع ده بتاع طفايه ازاز كريستال مش عارف ايه حاجات كده. فكلنا نسينا ان على الترابيزه، عارف الازاز اللي بيتحط على الترابيزه على قد الترابيزه ده، فجاه يا ريس لقيت لك الازاز ده زي ما تكون مسكت شاكوش تخين ودشيته لدرجه ان نص الازاز بقى رمل. يعني الدش كده انا ما استنيتش بعد كده، رحت طاير لحد باب الشقه وخرجت. انا ما اعرفش نزلت، يعني هو المفروض ده حصل قدامك؟ ده حصل قدامي، ما استنيتش اسانسير، انا خدت بعد عنك السلالم مفيش، اللي هو انا حي نزل السلالم. وكان مرعب الوضع ده، كان جدا. فمن ساعتها بقى وانا ما حبيتش اتعرض للحاجات دي تاني، لانها الموضوع حمدت ربنا انه ما كانش موجه لي انا، يعني واخد بالك، يعني ده كان موجه لواحده يعني زميله وكده. لحد ما بقى ايه بعد فتره كده مثلا بتاع حوالي خمس سنين دول نسوني كل حاجه. فبعد خمس سنين حصل لي حاجه بقى اللي هي موجهه لي انا شخصيا، يعني حاجه موجهه لي انا شخصيا في اسكندريه. يعني في مره كده كنت كان عندي تصوير مسلسل وكان اجري ضعيف شويه، فكان هم انت عارف بيطلعوك اسكندريه يا اما ينزلوك في اوتيل وكده يا اما تاخد بدل وتعيش. ففي واحد صاحبي قال لي يا عم ما تاخد انت البدل وتظبط نفسك وانت اولى بيه وكده، وانا ابويا عنده شقه في خالد بن الوليد وخد مفتاح الشقه وعيش وتمام وميه ميه وشقتك وتليفونك وميتك وكل الحاجات، وفي راجل بواب تحت كده ظبطه. يعني صاحبك ادالك مفتاح الشقه؟ مفتاح الشقه اللي في سيدي بشر دي؟ لا في خالد بن الوليد. خالد بن الوليد سيدي بشر الرئيس؟ والله ما اعرف وحياة ربنا. خالد بن الوليد. خالد بن الوليد. اوكي. اداني المفتاح وكده وخدت المفتاح منه ورحت اسكندريه. كان مين هناك في اسكندريه بالصدفه؟ احمد رزق. كويس. فقلت له حموده وكده وانا جاي اسكندريه، وكان هو بيعرض مسرحيه وقال لي بس الشقه دي مقفوله طول الصيف يعني؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش الشقه دي ايه ظروفها يعني، انا رايح. وبعدين اصلا اداني العنوان مكتوب يعني انا ما اعرفش خالد بن الوليد ده غير الشارع اللي فيه ناس بتموت بعض على الحاجات وكده، ده اللي انا عارفه عن خالد بن الوليد يعني، وانا صغير كنت دايما بروح يعني. المهم ايه، فوصلت احمد رزق اسكندراني وكده، فقلت له احمد العنوان وصيدليه مش عارف ايه وكده. المهم فضلنا ماشيين في خالد بن الوليد ده لحد ما لقينا عماره كده، بص كل العماير قصيره، يعني ايه عارف لما تخش الشارع ايه تلاقي العماير كلها اربع ادوار، دي واحده 16 دور واخد بالك، العماره دي الوحيده اللي طالعه فجاه كده واخد بالك، حاجه في النص كده والباقي كله كده و16 16 رايه. فالمهم ايه، هي في الدور ال 13 يعني رقم غبي يعني انت فاهم، في الدور ال 13 مفيش قلب. المهم فين داخلين انا ورزق، انت عارف رزق ما شاء الله. والعماره كان لونها ايه؟ العماره ما اعرفش لونها عادي قديم يعني حاجه كده باهته شويه، في حاجه هتفرقع واحنا قاعدين ولا مش عارف؟ لا اوكي يسر عشان يجعل كلامنا خفيف بس. المهم فدخلت بدور على الاسانسير، طبعا ما فيش اسانسير خالص ولازم تطلع 13 دور ورزق خاسس جدا الحقيقه، وانا شايل شنطه هدوم بقى وراكورات وحاجات وكده. المهم طلعنا ال 13 رايه
وصلنا ال 13 دور بقى واحنا مش خلاص بقى مش شايفين قدامنا وعرق واحمد رزق عمال بيشحر مني. المهم فتحنا بضرب المفتاح مش عارف افتح الكالون نفتح شمال يمين نشد لورا نشد لقدام نعمل اي حاجه. المهم خلاص وصلنا لمرحله ان احنا بنكسر الباب فجاه احمد رزق بيمسك المفتاح بايده راح الباب بس راح الباب ايه؟ الباب اتفتح لوحده. يعني هو فتح الباب ولا الباب اتفتح لوحده؟ هو مسك المفتاح بس يا دوبك اللي مسك هو المفتاح يعني قبل كده كان في عنف شديد جدا عشان يفتح الباب وشمال ويمين وفوق وتحت وكل الحاجات وسلكنا الحاجات. احمد رزق راح مد ايده عامل كده راح الباب مفتوح لوحده. فاللي قلت له ايه ده يا احمد ده انت ساحر يا معلم. والشقه كانت ضلمه جدا ولا الهوا. اه وبعدين المهم دخلنا الشقه فمش لاقيين بقى عمالين ندوس على الاكباس احنا بنحس مفيش اضاءه مفيش ندور على كوبس مفيش نور مفيش حاجات. فالمهم عمالين ندور مفيش بقى كان ساعتها ما كانش معانا موبايلات حتى ننور لنفسينا. المهم قعدنا نحس في الشقه مفيش اي مظهر لمظهر الحياه يعني تحس ان الشقه دي مثلا ما اتفتحتش بتاع مثلا ايه 10 سنين واخد بالك. كان في عفش ولا ما خبطتوش في عفش في ترابيزات؟ طبعا اكيد بس مش شايفين حاجه خالص. ندور ندور كان الوقت متاخر مثلا كانت الساعه 11 12 بالليل. قلت له احمد طب وبعدين؟ فقلت له انا هخبط على الشقه اللي جنبينا نشوف اي شمعه ولا اي حاجه لان ايه انت باصص السلم منور انت فاهم بس الشقه ما فيهاش نور. فايه واضح ان الناس صحاب الشقه ما دفعوش لا فاتوره كهرباء ولا اي حاجه يعني. المهم خبطنا على الشقه اللي في وشنا فقعدنا نخبط حبه كده حتى الجرس كان شكله صوته غريب يعني جرس الشقه اللي جنبينا. المهم بص كل ده تحولت انا واحمد رزق بقى خلاص خوف احنا لازقين في بعض كده خوف. فضربنا الجرس فصوت غريب وكده. المهم قعدنا فتره طويله كده لحد ما الباب اتفتح بالراحه بس اوكي خلينا نعرف بهدوء ايه اللي حصل. هو اللي بيقول اللي جاي مرعب قوي قوي جدا جدا احترامك اللي بيقول رامز جلال بيحكي باختصار شديد ضربوا الجرس على الجيران. ايه اللي حصل بقى؟ سمعنا صوت جرس غريب عامل ازاي يعني؟ حاجه كده تحس ان ايه ان حد بيزغرط. لا حد صوته مبحوح او الجرس مثلا عارف الجرس اللي بيبقى عامل شارج كهربا فتلاقي الصوت مشروخ كده خد بالك. المهم فبعد ما واحنا بنخبط في كده فجاه الباب فتح ففتحت لنا واحده ست شكلها غريب قوي سمر قوي قوي قوي. المهم فتحت لنا فانا ورزق اللي هو ايه اللي هو بصينا لها كده فالست راحت بص لنا وراحت بص ناحيه باب الشقه بصيت ناحيه باب الشقه اللي هو ايه فيها يعني شفقه عارف اللي هو انتوا ايه اللي جابكم هنا حاجه كده يعني فاهم. فقلنا لها والنبي يا حاجه بس النور مقطوع وكده فعايزين شمعه وكده. قالت شمعه شمعه هتخلص انا هجيب لك حاجه تنور معاك فترة طويلة الشمعة هتخلص والعمر هيخلص. واحد داخلة بعد عنا جابها لمبة جاز كده حاجة سنة 30 مثلا وطلعت بدينا اللمبة وكده. فقلنا لها طيب قالت بقى هتهنى بكرة الصبح لما يطلع النهار يعني. فعرفنا ان طلع ان مفيش ما قالتلكش ان طلع؟ لا لا ما قالتش كده للأمانة يعني. خدنا لمبة الجاز ودخلنا انا ورزق وكده. المهم ايه دخلنا لفينا بقى في الشقة طبعا عفش مش عايز اقول لك متهالك عليه كميه تراب يعني باين من الاخر كده ان انت الشقه دي ما اتفتحتش مثلا بقى لها 8 9 سنين طب 6 سنين ده على كل ده على نور اللمبه لمبه الجاز. ماشيين انا واحمد وكده وحاطين الشنطه. فالمهم احمد قال لي انت حد بقيت هنا؟ قلت له ما هو لازم وكده بس انا مش هينفع اقعد لوحدي. احمد قال لي بص بقى احنا نعمل حاجه لذيذه احنا نحط حاجتك هدومك وكده ونروح بره نتعشى
وتروح البيت على النوم اللي هو بقى يفضل قاعد معانا لحد اما النوم يكبس عليك روح البيت وكده. قلت له خلاص يا حماده وكده. المهم فتحنا حطيت بقى هدومي وشنطتي وحركاتي وكل حاجات في الدولاب ستفنا وتنزلوا الثمان ادوار وترجعوا 13 يا نجم مصر 13 يا اسطوره تنزلوا وتطلعهم تاني. لا لوحدي بقى ما هو رزق خلاص رزق كمان. لا احكي لي بتاعت الحكايه تبقى شيقه. واحنا فوق اتفقت مع رزق قلت له يا رزق ممكن تبيت معايا؟ فقال لي والله رامز ماشي ومش عارف ايه وكده. بس ايه عرفت انه ساعتها كان بيكيسني لان ال 13 دور عمره ما هيعمل كده خالص انت عارف رزقه يعني. المهم حطينا الهدوم وبعدين دخلنا بقى. فانا ايه بقى امن على ميه حتى بفتح الحنفيات مفيش صدى رهيب مفيش ميه مفيش نق مفيش حياه مفيش حياه خالص يعني. والتلاجه يظهر واحد نسي فيها فرخه معفنه فريحه مش عايز اقول لك يعني. المهم نزلت انا ورزق رحنا نتعشينا فايه العشاء بقى بالضحك بالمسرحيه بالحاجات. فانا نسيت نسيت ان انا في مصير مستني. فعشت وكده لحد مثلا ما الساعه وصلت ايه 3 كده 3:30 كده. فالمهم ايه رزق بقى قلت خلاص بقى رزق انا هروح لان انا عندي كاميرا الصبح ومش عارف ايه وكده. قال لي تمام توكل على الله وحاجات تمام باي باي وكده. ففجاه ورزق بيسلم عليا تقول لي لا اله الا الله. حسيت يا عم بيودعك يعني هو بس مش عايز يخوفني يعني. وانا جبان جدا يعني انا مش عايز اقول لك بخاف بشكل عارف خوف ده بسبب انه احنا صغيرين كان دايما يعملوا لنا حاجات يا اخي حاجه صعب يعني. المهم فروحت البيت ال 13 ايه برضه طلعت ال 13 دور طلعت ال 13 دور وكده. جيت افتح الباب لقيت نفس العصلجه مش عايز فينك يا رزق مفيش نفس العصلجه. فقلت بقى ايه مفيش مش عارف افتح الباب. فرحت ايه راجع لورا وبعدين قلت ايه رزق عمل ايه. رحت مادد ايدي وعملت بالراحه خالص بدون عنف مسكت المفتاح عملت كده راح الباب مفتوح نفس الحركه. فتح الباب رحت داخل لقيت لمبه الجاز مولعه نفس التوليعه. انا لما دخلت المره اللي هي الاولانيه قفلت البيبان ورايا وقفلت الدواليب وقفلت الحاجات وكل الحاجات لقيت كل الدواليب بكل بيبان الشقه بالشبابيك مفتحه كلها. انا ماسك اللمبه. طب انت متاكد انك ما نسيتش الحاجات دي مفتحه؟ بص ده لدرجه تعرف انا ايه اللي مخليني افتكرت ان في دواليب ما كانتش بتتقفل كنا بنجيب جرايد نطبقها ونحشرها خد بالك. يعني عملته يعني انت فاكر بسبب محاوله قفل خلاص في ستريس حصل على الحكايه اللي هو قفلنا البتاع يعني الدولاب ده خلاص اتقفل بجرنون مش عارف ايه اتقفل تمام كله تمام كله تمام. المهم ماسك ايه لمبه الجاز وعمال ادور وعمال اعمل ودخلت مش عارف ايه وحاجات لقيت الدواليب مفتاحه. المهم ايه خلاص بقى اتاكدت وانا طول الوقت عمال اقول لنفسي ان انا يعني بطرد من ده لان انا هقضي في الشقه دي يومين ثلاثه. طب وانت طالع على السلم ما لاحظتش اي قلق اي توتر؟ قطط يعني مثلا وانا طالع على السلم لقيت قطط ولقيت حاجات نونوه بس ايه القطط انا عشان انا اصلا كان عدي في اوضتي كده انا كنت ايه انا اوضتي جنب منور فطول الليل بسمع قطط كتير يعني واخد بالك يعني متعود على صوت القطط بس مش مخيف. لقيت المهم طلعت لقيت كل حاجه انت قافلها مفتوحه تاني كل الحاجات كل الحاجات مفتوحه بالشبابيك بالحاجات بكل. وهدومك فين؟ موجوده واخد بالك. فالمهم دخلت ففجاه وانا قاعد سمعت حنفيه ميه مفتوحه جوه في اوضه من الاوض. فاخدت لمبه الجاز ودخلت لقيت حنفيه ميه مفتوحه بس بتنزل كميه صدى مرعب مرعب. المهم ابتديت اتوتر ومش عارف ايه وابتديت اقلق طبعا مش عارف انت داخل شقه مش عارف الجغرافيا. ما كانش في ميه الاول وفجاه الميه جت. في الاول ما كانش فيه حياه ما كانش فيه حاجه خالص. المهم فجاه الميه لقيت الحنفيه بتنزل ميه ومش عارف ايه وبعدين فابتديت انا طبعا مش عارف جغرافيا الشقه واخد بالك فعمال اخبط في حيطان مش عارف ايه مفيش كذا 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 لحد ما اللمبه راحت وقع مني اتكسرت. المهم بقى ايه في الفتره دي انا كل هدفي ان انا عايز اوصل لباب الشقه عايز اوصل لباب مش عارف. المهم وصلت لباب الشقه لقيته انا قفلت ورايا افتح الباب مفيش افتح الباب مفيش بخبط على الباب برجلي لحد ما فجاه رحت شادد الباب كسر الكالون في ايدي راح مفتوح الباب المفروض بيتفتح لجوه راح مفتوح لبره. انا شفت المنظر ده يا ريس طرت على احمد رزق على البيت على طول قلت له رزق ابوس ايدك احنا الصبح نروح نجيب هدومنا وبيت عندك. رامز ما غلطش في ولا تفصيله وحكى الحكايه بتلقائيه شديده. بس اللي انا شاكك فيه بقى انه يكونوا اللي ساكنين جوه الشقه
اللي هم مش بشر طبعا رفضوا ان رامز يبات فيها الليله دي، ولا هو مثل علينا الحكايه دي، ولا هي بحقيقي؟ ابعتوا قولوا لنا.